كل عام وحضراتكم بخير ومصر كلها بخير وسعادة. برحب بحضراتكم في يوم مميز ننتظره كل عام في شهر رمضان الكريم، وهو إفطار الأسرة المصرية، واللي بيعتبر مناسبة هامة بتجمع ممثلين عن مختلف فئات الشعب المصري الكبير والعظيم. الحقيقة التهنئة مقدمة لكل مصر مسلميها ومسيحيها في فترة مليئة بالأعياد والأيام الكريمة، ففي لوحة إنسانية متكاملة على أرض مصر مهد الرسالات السماوية بيتزامن شهر رمضان الكريم مع أسبوع الآلام، وبنهني بعض بعيد القيامة المجيد، وكمان بنتجمع في أعياد الربيع ونفتخر بعيد تحرير سيناء الغالية. كل سنة ومصر طيبة ودايماً في خير وعزة وسلام. كل سنة بتعدي مشروعات بتكبر، طموحات أكبر بتتحقق، أمل دايماً موجود، إنجازات ملموسة، وكمان محن وأزمات عديدة بنتخطاها مع بعض. فعلى مدار سنوات خطوات كتير مشيناها في طريق وصولنا إلى جمهوريتنا الجديدة المنشودة. من أهم الخطوات دي كانت المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة، أكبر مشروع تنموي في مصر والعالم، بيستهدف تحسين حياة أكتر من 60 مليون إنسان. المشروع وحد كل الجهود على هدف واحد، الدولة بمؤسساتها، مؤسسات المجتمع المدني، وكمان الشباب المتطوعين اللي موجودين في كل قرى مصر بس لخدمة أهالينا. السنة دي فريق عمل حياة كريمة نزل في رمضان عشان يرسم البسمة على وشوش المصريين، ولكن الحقيقة إن هم اللي خلونا نبتسم ونحس بكل فخر وأمل. السلام عليكم. النهاردة يوم مميز جداً لفريق عمل برنامج حياة كريمة. يوم 8 و9 رمضان نزلوا حلقتين. الحلقة الأولى لبنت جميلة اسمها سارة، شغالة دليفري وفاجئتنا بأمانتها، والحلقة الثانية كانت لشاب جميل اسمه مينا وفاجئنا بجدعنته. الحلقتين حصل عليهم رد فعل كبير من الجمهور. الحلقات في خلال ساعات كانت نسبة مشاهدتها تجاوزت ملايين المشاهدات، ده غير كلمات التشجيع والفخر اللي الناس صممت توصلها للشباب في الكومنتات. تعالوا نفكركم بسارة ومينا. مينا لما وقفناه قلنا له عايزين توصيلة ومعناش فلوس. السلام عليكم، ازيك؟ عايز اروح شركتي ومعيش فلوس، هتوصلني؟ معيش فلوس خالص. انا بقولك معيش فلوس، انت عايز تركبني؟ هركبك. طب استفدت ايه انت كده؟ استفدت ايه؟ عند ربنا كتير. بعدها خليناه يتعرض لموقف انساني وبدأنا نشوف هيتصرف ازاي. انا مش هتحرك من هنا غير لما تديني اجرتي. دي عربيه ناس يا ابويا وانا شغال عليها، مش ذنبي والله. حسابك يا ابويا؟ انا حسابي ب 50 جنيه جايبه يابا من العباسيه لحد هنا، وعايز يروح سيتي ستار ومعهوش فلوس، انا اعمل ايه طيب؟ ماشي يا اخويا. ورزقك رزق ناس، حسبه نسبه وبالمقاس، امتحان من غير لجان، وانت جزء من الحكايه. اركب اوديك سيتي ستار. انا ما معيش فلوس يا ابا، وحقك ده تاخده ازاي؟ الله اكبر، انت محتاج القرش يا ابا. يا ابني محتاج ربنا، يا ابني محتاج القرش، محتاج ربنا. عندك بيت يا ابا، محتاج ربنا اكتر. اركب يا حاج. الله يبارك. ساعدت الراجل الكبير ده؟ ساعدته عشان هو لازم يتساعد، عشان ما ينفعش ايه لما بابايا يكبر في السن وما يكونش معايا، ما حدش ضامن الخطوه فيه، ممكن يحصل معاه نفس الموقف ولا حد يقف. انا كسبان حاجات كتير مش لازم اقول لك عليها. يعني هتراعي وانت مرضي؟ مرضي جدا. اللي يعرف يعمل حاجه في البلد دي ما يعملهاش ربنا مش هيسامحه. ايه اكتر حاجه عامله لك هم على قلبك كده شايل همها؟ اخويا ووالدتي. ماله؟ اخويا بيحتاج علاج طبيعي ومصاريفه تقيله قوي، ووالدتي مريضة ضغط. مش فيها. فانت بقيت بطل من ابطال حياه كريمه. شكرا. عشان ساعدت الراجل الكبير الطيب ده، واللي انا فهمته انك انت بتحب اخوك قوي، ربنا يشفيهولك ويعفيهولك يعني يا رب. يا رب. ونفسك ان هو يتعالج. فاحنا كحياه كريمه قررنا ان احنا نعالج اخوك لمده سنه، دول علاج اخوك لمده سنه قدام. كتير عليا. فرح الناس البسيطة، يتعدل شكل الخريطة، خيط يكر وخير يمر، انت فيه نقطة بداية. سارة بتشتغل دليفري،
انا بقى الظروف بقى معايا انا مطلقه اصلا ومعايا ابني مصرف عليه ووالدتي تعبانه فانا العائد اللي بشتغل بيه هو مصاريفهم هم. احنا كلمناها في التليفون وطلبنا منها توصل شنطه من مكان لمكان وحطينا جوه الشنطه فلوس كتير وطبعا ما قلناش لساره ان الشنطه فيها فلوس. لا شوفي دي فوانيس بس هي بس الفوانيس دي. بعد ما استلمت الشنطه اتصلنا بيها علشان نلفت انتباهها للفلوس ونشوف هتتصرف ازاي. استاذه ساره معلش هسالك لو تقفي بس وتشوفي لي في الشنطه ضروري في شاحن في الجيب اللي في الجنب. في شاحن وفي فلوس. فلوس ايه؟ لا مفيش فلوس في شاحن بس محطوط. لا في فلوس دم. ارجع لك تاني ارجعي لي انت ما خدتيش الفلوس دي ليه ما احنا ما نعرفش ان في فلوس اصلا. لا ما خدتش فلوس حرام ربنا يغني بالحلال مش بتاعك انت لو خدتيها انت ما حدش عارف يوصل لك انت لا بتشتغلي في شركه لا. ولا اعرف عنك حاجه ما خدتيش الفلوس تمام ما حدش عارف يوصل لي بس ربنا فين بقى. المبلغ اللي انت لقيتيه ده جوه ده بتاعك امسكي ده هدية كده بسيطة من حياة كريمة مش كنت عايزة تعملي الدكان عندك وتحطي فيه بضاعة؟ طيب روحي هات التلاجة وهات البضاعة ايوه كده اضحكي النهارده توجه لنا دعوتين رسميتين لساره ومينا لحضور افطار الاسره المصريه مع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه هيقابلوه ويفطروا معاه واحنا دلوقتي في طريقنا لساره ومينا عشان نفرحهم ونشوف رد فعلهم. طب انا عندي مفاجاه ليك بقى. مفاجاه ليا اكتر من كده؟ مساء الخير حابب ابلغك انك هتحضر افطار الاسره المصريه وهتقابلي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه وهتفطري معاه. شكرا ده كان حلم حياتي ده امنيه حياتي على فكره. هو ربنا فعلا ما بيسيبش حد اللي بيتعب بيلاقي واللي بيشقى بيلاقي وانا الحمد لله ماشيه بستر ربنا. ممكن احط على العربيه البوست بتاعكم حياه كريمه بجد لان اي حد محتاج يشاور له يركب مجانا لان يعرفوا ان العربيه دي ملك الشعب كله حتى لو معكش فلوس. ساره ومينا نموذج مبهر للمواطن المصري اللي برغم الظروف الصعبه بيعافر وكمان بيساعد غيره. بص حواليك هتشوف ساره ومينا.